أهلا بكم من جديد. نبدأ من الشأن المحلي، حيث أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله في أن يساهم مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد في إضفاء مزيد من الاستقرار والتنظيم لهذا القطاع والمهن المرتبطة به. جاء ذلك لدى رعايته مندوبا عن سمو رئيس الوزراء حفل افتتاح معارض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث لعام 2017، والذي يعقد بمشاركة أكثر من 135 عارضا من 25 دولة يمثلون كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري ومواد البناء والإنشاء والتصميم الداخلي. وأكد معالي الشيخ خالد أن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل خلاصة الجهد الحكومي المبذول في سبيل تضمين القانون المرتقب أحكاما ومواد تواكب التطورات السريعة والطفرة الاستثمارية الهائلة التي يشهدها القطاع العقاري. هذا النوع من المعرض يضاف إلى سلسلة المعارض اللي تقوم على مملكة البحرين، واللي هي معارض متخصصة ولها أهداف معينة، ولكن في الأول والأخير تقدم رسالة واضحة أن لله الحمد اقتصاد البحرين اقتصاد جيد واقتصاد أيضا جاذب. اليوم احنا نفتخر في هذا العرس العقاري في البحرين اللي يعتبر اكبر معرض عقاري وفي جميع شركات تطوير عقارية، واحنا او انا كرئيس جمعية تطوير عقارية صراحة جدا سعيد باللي اشوفه اليوم موجود. مشاريع جديدة، مشاريع كبيرة، مشاريع متميزة اول مرة تشهدها البحرين، ونشوف المطورين ما شاء الله كل المطورين العقاريين موجودين بمشاريع جديدة، وما شاء الله الاقبال جدا كبير. وطبعا هذه يعني الزخم اللي نشوفه يعطي مكانته الحقيقية. رعى كل من وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ووزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد حفل توقيع 6 اتفاقيات تعنى بإعادة هيكلة قطاع وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي. وقد تضمنت قائمة الاتفاقيات اتفاقية تزويد وقود الطائرات واتفاقية نقل ملكية أنابيب تزويد وقود الطائرات إلى شركة مطار البحرين لوقود الطائرات، واتفاقية رخصة العمل بمطار البحرين الدولي، واتفاقية استخدام أنابيب تزويد وقود الطائرات، واتفاقية تشغيل وصيانة أنابيب تزويد وقود الطائرات، بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء خزانات وقود الطائرات بمطار البحرين الدولي. وتهدف الاتفاقيات المبرمة إلى توفير إمدادات وقود الطائرات وعمليات تشغيل وصيانة أكثر كفاءة وسلاسة، وذلك في إطار برنامج تحديث مطار البحرين الدولي. الاتفاقيات اللي وقعت اليوم تخص أولاً نقل خزانات وقود الطائرات من عراد إلى داخل حرم المطار، وكذلك تهيئة نشاط بيع وقود الطائرات في مطار البحرين مع التوسعة اللي حاصلة الآن في المطار، وكذلك تعزيز وجود الشركاء الدوليين في بيع وقود الطائرات وهم شركة شيفرون الأمريكية وشركة بي بي وكذلك شركة بابكو. وهذا الشركات الثلاث هم اليوم اللي يبيعون وقود الطائرات لمطار البحرين الدولي، وشاكر لكم هذه التغطية. طبعا أنا جدا سعيد بوجودي اليوم لتوقيع هذه الاتفاقيات اللي هي تأتي لتطوير العمل في مطار البحرين الدولي وتنظيم العمل بين مختلف الشركات، فصار في إعادة هيكلة للعلاقات التجارية بين مختلف الشركات الموجودة في مطار البحرين لتزويد طائرات بالوقود. كان في نظام سابق، النظام الجديد راح يرتب العلاقة، وأيضا هو تنفيذ، وهي طبعا كلها تنفيذ لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأيضا لتنفيذ قرار من مجلس وزراء برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر حق نقل خزانات الوقود الموجودة حاليا في عراد إلى مكان داخل مطار البحرين. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية الإصدار رقم 1648 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وقال المصرف المركزي أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 26 من أبريل الجاري وتنتهي في 26 من يوليو 2017. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات
2.23% مقارنة بسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 12 أبريل 2017، حيث بلغ 2.24%. هذا وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.4%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 221%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني. تشارك هيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعاليات معرض سوق السفر العربي في نسخته 24 بإمارة دبي، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي. وأكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الهيئة تحرص من خلال مشاركتها في كافة المعارض والأحداث الإقليمية والعالمية على استقطاب الاستثمارات لمملكة البحرين من أجل تطوير وتنمية قطاع السفر الحيوي. وسيشهد جناح هيئة البحرين خلال أيام المعرض حضورا ومشاركة متميزة لممثلي أبرز الفنادق والوجهات الترفيهية في المملكة وشركات تنظيم الرحلات ووكالات السفر. يذكر أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض شاركت في معرض سوق السفر العام الماضي، وذلك بالتزامن مع إطلاقها للهوية السياحية الجديدة بلدنا بلدكم، والتي طورتها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والمساهمين الرئيسيين. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية عند مستوى 4564 نقطة بارتفاع بلغ 0.75%، وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6915 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.88%. ونأتي لأداء بورصة الكويت والتي أغلقت عند مستوى 6830 نقطة. أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1336 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.8%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,517,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 813,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 98 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78% من القيمة الإجمالية للأسهم.